فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: فأمرك بالإكرام أولا في قول أكرم ضيفك أطعمه وحادثه دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت. أكرم ضيفك هذا أمر بالإكرام عموما، أطعمه هذا أمر خاص بالإطعام، فهذا من الأول، هو من الأول من القاعدة الأولى وهي إكرام الضيف. القاعدة إكرام الضيف، نعم، ومن إكرام الضيف إطعامه وحادثته وتقديم ما يحتاجه.